انت اكيد بتهزر، سيب المدرسة واجيلك ازاي يا علاء؟ لا هي مش سايبة للدرجة دي، وبعدين حتى المشكلة مش في المدرسة، المشكلة ان بابا هو اللي هيجي ياخدني النهاردة. والله مش بحور علاء، انا خايفة وربنا موافقة على اي حاجة تقولها، بس بلاش الحوار ده بليز. ايوه يا علاء، بابا جاي ياخدني بليز، انا موافقه على كل حاجه بليز. هات الموبايل يا بنت. انت ايه؟ مين علاء ده يا بنت؟ ها؟ ما تردي، انت بتحلي الواجب وبتخليه هو ينقله؟ يا ماما قلت حرام عليكي كل الخضه دي. وايه كل السفاله وقله الادب ده؟ سايبه الفصل بتاعك وجايه على البوابه بتحبي في التليفون؟ انا مش سايبه الفصل، احنا عندنا حصه العاب. العاب؟ هو في اكتر من كده العاب؟ بتتكلمي في التليفون وانت بتلعبي لي عقله، عايزه تطولي اكتر ما انت. مين علاء ده يا بنت وعايز منك ايه؟ ما تردي ما تردي، امسكوا لي البنت دي كعبلوها. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.